التوحيد الثالث التوحيد في الأفعال، فإن كل ما في الكون من جواهر وأعراض وحركات وسكنات وغيرها فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عرفت الله بفسخ العزائم، والله أراد أن يتجلى لنا حتى في هذه المرتبة. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. واحد يعزم ويصمم ويخطط ويعد المقدمات كلها، وإذا فجأة مشروع يفشل من حيث يدري أو من حيث لا يدري، حتى الله يقول له أنا موجود فتوكل علي ولا تتكل على قدرتك. وأكو في الروايات إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى، إذا لاحظت كثير من الناس قد يكون أيضا غبي الله يرزقه، كثير من الناس ذكي جدا أو عالم جدا الله يحرمه، حتى يقول أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مو قدرتك وإرادتك وعلاقاتك مشت الأمور. قد يكون الإنسان في أسمى وأعلى درجات العلم لكنه فقير، وأكو كثير من العلماء حقيقة فقراء ويموتون فقراء، من أعظم علمائنا وغيرهم أيضا. الله يقول الأمور بيدي مو بيدكم، هاي أشياء ظاهرية. أحيانا أيضا أجعل العلم مع المال، لكن كثيرا ما أفرق. وهكذا وهل مجرى توحيد الأفعال، كل شيء منوط بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم توحيد العبادة، أن يعبد الإنسان الله وحده، ماكو واحد ثاني ينبغي أن يعبد. هاي المراتب الأربعة من التوحيد، هذا تفاهة عقل البشر أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى حتى لو كان أعظم شيء يتصور. يعني الآية القرآنية الكريمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بقوله سبحانه وتعالى خلقت، أشار إلى التوحيد الأفعالي. كيف؟ شوفوا لاحظوا الدقة في الآيات القرآنية الكريمة. هنا الله يقول وما خلقت، ضمير المفرد يستخدم. أما في مشابه هذا الموطن ظاهرا طبعا باطنا راح نقول الفرق، يستخدم خلقنا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ليش هنا يقول وما خلقت، هناك يقول وما خلقنا؟ وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. في آية أخرى يقول ولقد خلقنا الإنسان، هنا يقول وما خلقت الجن والإنس، هناك يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل كالجرس مثلا، من حمأ الأسود المتغير وربما المتعفن، ربما مسنون المصبوب. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. أما هنا شو يقول وما خلقته، ما السبب في ذلك؟ السبب هاي الكلمة، يريد الله يشير إلى التوحيد الأفعالي بيان ذلك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله في هذه الآية قاعد يتكلم عن شنو؟ وما خلقنا السماوات، قاعد يتكلم عن الخلقة، قاعد يتكلم عن الفعل، قاعد يتكلم عن شنو؟ عن الإنجاز. أنا أستدرك في كلامي ما خلقت يشير إلى التوحيد العبادي إضافة للتوحيد الأفعالي. الآن مصب كلامي حول التوحيد العبادي إضافة للأفعالي. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، قاعد يتكلم عن الخلقة وأن هذه الخلقة بالحق. الله سبحانه وتعالى بلا شك جعل الملائكة، أعطاهم قدرة، فهم الذين بإذنه يصورون أو يصنعون أو يقبضون الأرواح أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء في طول الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى يخلقون، تبارك الله أحسن الخالقين بالرتبة التي سمح الله لهم فيها. فحيث أن الكلام عن الفعل والله جعلهم في طوله فاعلين وخالقين، قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، قال أنه خلق السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لكن هنا الله سبحانه وتعالى ما قاعد يتكلم عن الفعل بما هو فعل، قاعد يتكلم عن الفعل بما هو المراد منه الغاية اللي هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هاي الخلقة، كلمة الخلقة المستخدمة في ما خلقت مقدمة للعبادة.
فمن الطبيعي أنه ينبغي أن يكون الضمير مفرد، لأنه المراد هو توحيد العبادة. إذا كان الله يريد أن نعبد غيره يقول وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدونا، فالخالقين متعددين والعباد أيضا، يعني العبادة تتعدد، لكن الله يريد يقول يشير إلى التوحيد العبادي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلأنه المراد التوحيد العبادي أشير لشنو؟ للتوحيد الحقيقي في الخلقة اللي هي المرتبة الحقيقية الأولى. ما عدا ذلك أيضا ما ينافي التوحيد، لكنه في طول الله سبحانه وتعالى. فما خلقت، لأن بتعبير آخر الله سبحانه وتعالى جعل ما خلقته توطئة وتمهيدا لليعبدون، لأن حديث عن الغاية، فحيث أنه يراد بالغاية أن نعبده وحده أفرد الضمير في الخلقة، قال خلقت أنا لتعبدني أنا. أما هناك مو الكلام عن الغاية، عن الفعل، والفعل هو متعدد طوليا الخالق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فهذا إشارة إذن إلى التوحيد العبادي. أما التوحيد الأفعالي واضح، يعني ما يحتاج إلى هاي التمهيدات الكثيرة، وما خلقت الجن والإنس. فإذن الخالق للجن والإنس شنو هو؟ هو واحد، الخالق لذواتهم والخالق أيضا لأفعالهم وغير ذلك. الخالق لأفعالهم بأن أوجد فيهم القدرة، أوجد فيهم الطاقة، أوجد فيهم الآلات، لولا الآلات والطاقة اللي الله منحنا ما أقدر أحرك إيدي، وأيضا أوجد فينا الإرادة لكي ننتخب أي مسيرة وأي طريق.